السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن قوم تبع أو بنات تبع، وليه ذكرت في القرآن. هي قوم تبع ذكرت مرتين في القرآن، جاء ذكر ذلك في سورتي قاف والدخان في الآية 14 والآية 38. ففي القاف قال تعالى: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. قوم تبع طبعا أصحاب الأيكة اللي هم بتوع سيدنا شعيب. طيب، وفي سورة الدخان قال تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. قوم تبع كانوا مجرمين. لما نيجي نتكلم عليها، طبعا الكتاب اللي أنا بقرأ منه ده بحث أنا عامله اسمه النصف الآخر في القرآن الكريم، ده على النساء في القرآن وكل حاجة خاصة بالنساء في الكتاب ده، وده عامله من 10 سنين، فده بحث كتير، فأنا بقرأ منه بس بضيف عليه حاجات حديثة لأن سنة 2010 غير سنة 2020. فقال قتادة: ذكر لنا أن كعبا أو ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع نعت أو صفات، يعني النعت اللي هي صفات الرجل الصالح، يعني تبع رجل صالح. ذم الله تعالى قومه ولم يذمه، ربنا ذم قوم تبع لكن ما ذمش في الآيات، ذم قوم تبع. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسول، يبقى قوم تبع كذب الرسول، يبقى اللي جه عندهم كان رسول لكن ما ذكرش اسمه، فدي نقطة. فذم الله تعالى قومه ولم يذمه، وذكر ابن أبي الدنيا أنه ودي سبب سبب أن القرآن ذكر قوم تبع الموضوع الحسدي، أنهم حفروا في صنعاء، كانوا بيحفروا في الأرض أيام بداية الإسلام، فلقوا في قبر فوجدوا في القبر امرأتين صحيحتين، يعني كأنهم ميتين امبارح، امرأتين صحيحتين، وعند رأسيهما لوح فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر حيي وتميس. وقالوا حيي وتماضر أو حيي وتميس، يعني المهم في ناس قالوا حيي وتميس وفي الثاني قالوا حيي وتماضر ابنتي تبع، يعني تبع كان عنده بنتين بس، عمل زي سيدنا عمران برضو بنتين بس، فنفس العملية زي سيدنا لوط برضو بنتين بس، فابنتي تبع. ومكتوب عليها تحتها أنهم يشهدان أن لا إله إلا الله ولا يشركان به شيئا. ده لقوا الحتة في القبر دي، وأن أجسادهم كأنهم ميتين امبارح، وده في بداية الإسلام طبعا، بلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام أيامها، والرسول حتى لما سألوه على تبع فقال ممكن يكون رسول ممكن يكون نبي لكن أنا لا أعلم، ده الرسول قال كده، قال والله أعلم. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أدري تبع نبيا كان أم غير نبي. يعني ده الرسول اللي بيقول، يعني ما أعرفش ده نبي ولا مش نبي، لكن الآية بتقول إنه الرسول. وأصحاب كل كذب الرسل رسول، أهم خير أم قوم تبع، اللي هي الآية اللي احنا في سورة قاف. طيب، وعائشة رضي الله عنها زوجة الرسول قالت: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا وحج البيت زمن الجرهميين وكسى البيت ونحر عدد 6000 بدنة يعني جمل أو بقرة، وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن، يعني موطن اليمن. وفي رواية لابن عساكر وتبعا هذا المشار إليه في القرآن: أسلم قومه على يديه، يعني كل قومه أسلموا على يديه، ثم لما توفى عادوا بعده إلى عبادة النيران، كانوا بيعبدوا النيران والأصنام، فعاقبهم الله تعالى بما ذكره سبحانه في سورة 7. لكن هو ما ذكرش قوم تبع في سورة 7، ده رواية ابن عساكر. وقوم تبع هم سبع، هي سبع مقصود بالناس الموجودين في اليمن بسموهم سبع، والناس اللي موجودين في اليمن بنسموهم تبع، والناس بتمهم في اليمن برضو حمير ولا حمير اللي هو برضو اللي اسمهم كده، حيث أهلكهم الله قوم تبع أهلكهم
ويجب أن نتعظ كل من لا يؤمن بما بأولئك اللي هم قوم تبع، وهم كانوا عرب، قوم تبع كانوا عرب. وتبع لقب لكل من يملك في اليمن، يعني كل واحد يمسك حاكم في اليمن بيسميه تبع، كما يقال كسرى لملك الفرس، أو قيصر لملك الروم. ومن التتابعة تبع اسمه أسعد بن كريب ابن اليماني، أسعد بن كريب ابن اليماني، وقد تهود، كان يهودي، ودعا يعني تهون في الديانة، ودعا أهل اليمن إلى التهود، ووصل إلى مكة وعظم الكعبة اللي قالت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها، ووصل إلى وكسر الكعبة، وذبح طبعا البدنة، 6000 بدنة. وبعدين بلا يعني وصل حكمه إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه واتسعت مملكته، وهو اللي مصر الحيرة أو عمل مدينة الحيرة. وذكر ابن عساكر إنه كمان حكم دمشق، وإنه ملك على قومه، قعد ملك 326 سنة يحكمهم، ولم يكن في حمير أو في حمير أو حمير اللي هي منطقة اليمن بيسموها حمير أطول مدة منه. وتوفى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة. اللي هو مين ده؟ اللي هو قلنا عليه اسمه أسعد بن كريب. وكان لديه حبران من اليهود، ده اللي هو إيه؟ أسعد. وكان الدين في ذلك الوقت دين موسى، لسه ما كانش الإسلام جه. وأخبروه لما كان بالمدينة المنورة في يثرب في زيارة هناك، إن هذه البلدة اللي هي يثرب مهاجرا نبي آخر الزمان، مهاجرا يعني هيجي نبي مهاجر آخر الزمان اسمه أحمد، ولذلك قال فيه شعر، وقال تبع شعرا في ذلك، واستودعه عند أهل يثرب. كان يتمنى يستنى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي. فكانوا يتوارثون شعره ويروونه خلفا عن سلف، يعني كل واحد يحكي للي بعده. وكان ممن يحفظه واحد، النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيته، واحد ده اسمه ايه، ابو ايوب خالد بن زيد، ده نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي داره، وراح ده ابو ايوب خالد بن زيد قرأ الشعر للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ايامها كان كل الموضوع ده، ايامها لقوا القبرين اللي في اليمن والبنتين اللي بحالتهم، ومكتوب عشان لا اله الا الله والكلام من ده. فقال الشعر بتاعه، شهدت على احمد انه رسول من الله باد النسم، فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم. سبحان الله. المهم ده ايه، ده تبع. وكان المراد من ذكر قصة قوم تبع كما جاء في القرآن الكريم ما جاء عن ابن أبي الدنيا عن القبر، يعني سبب وجود تبع في القرآن هو القبر الذي حفر في الإسلام، فوجد فيه امرأتين سليمتين اللي هي تماضر وحيي، أو تماضر أو حيي وتميس، أو تماضر وتميس، المهم يعني 3 أسماء، تماضر حيي وتميس، هم 2 منهم. فبس الأقوال قالوا كده وأقوال قالوا كده. فدي قصة قوم تبع، وطبعا دي أول قصة، يعني يعتبر إيه، عدت 8 دقايق اللي هي بتعتبر إيه، وصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.